ازيكم حبايب قلب جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو اللي انا قلت لكم ازاي هنقطع مع بعض الرمان بمنتهى السهوله وازاي نعرف الرمانه الحلوه من الرمانه اللي مش حلوه. بصوا، اول حاجه ما يشترطش ان اللون من بره يبقى احمر علشان هي الرمانايه تبقى حمراء، ماشي؟ دي اول حاجه، ما تتغريش باللون، ممكن تبقى اصلا من جوه الحبات مش حمراء بس مسكره، وده اللي يهمني. تمام، بصي، اول حاجه في هنا فوق كده بيبقى في ورده كده، الورده دي كده تيجي تفتحيها تلاقي في بذور كتير اهي، بصي بذوره مش مخوخه بالشكل ده، ده كده تعرفي ان هي بذورها كتير وحلوه وجميله اهي بالشكل ده، وكمان هتطلع معاكي مسكره وزي الفل. تعالي بقى كمان من هنا، من تحت، من هنا اهو، من تحت من هنا ما تلاقيهاش مفتوحه معموله، بصي ما بقاش فيها اي حاجه، المهم ما بقاش فيها اي فتح ولا اي حاجه بالشكل ده اهي، بصي اهي من تحت اهي مقفوله، بصي بالايه، بالجزء بتاعها اهي، بصي اهو دي كده برضو تمام اهي، بصي بالشكل ده، بصي البذور بتاعتها كتير ازاي وجميله ازاي اهي، بصوا زي ما انتم شايفين. يبقى انا نقي البذور بتاعتها كتير وتبقى مقفوله ما فيهاش اي خدش، ما فيهاش اي حاجه. تعالوا كده نفتح مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اوريكم طريقه بقى سهله قوي قوي لتقشير الرمان. بصي هاجي من هنا كده اهو، هروح محدده كده 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 اهو، تمام بالشكل ده اهو كده اهو. بصي لونها مش احمر قوي بس هتلاقيها ايه، هتلاقيها مسكره زي ما قلت لك، ما يهمنيش اللون اهو. كده اهو، بصي بقى شايفه من هنا في خط ابيض كده، الخطوط دي شايفينها؟ هبتدي اتعامل معاها زي البرتقانه، عارفين البرتقانه اهي لحد الاخر كده، ومن هنا برضو بالشكل ده اهو كده اهو اهي، بصوا كده اهو، بصوا اهي اهو كده اهو، تمام. تعالوا بقى اهو، بصوا جبت بقى الطبق من تحت ايدي من هنا، من فوق من هنا اهو، وابتدي ادوس كده اهو، وافتح ادوس هنا، بصي ايدي هنا وافتح وادوس برضو، وافتح ادوس كده وافتح، نفتح اهو بالشكل ده كده اهو، بصي، وابتدي اشيل الحتة دي اهي، بصي كده انا شلت قلب الرمانة اهو. بصي بقى بعد كده بقى كله سهل خالص، هجيب بقى كده اهو معايا السكينة اللي معايا وابتدي نضرب كده اهو، هتلاقيها كله كله بينزل، الحبوب بتاعتي بتنزل معاكي بسهولة خالص بالشكل ده. لو انت عايزة بقى اللون احمر والكلام ده تقدري تحطي عليه كركريه برضو، منه غذاء ومنه ايه اهو. هفضل بقى انا ايه اضرب فيها كده اهو لحد لما تفضى معاكي خالص، وهتلاقيها بتفضى معاكي بكل سهوله اهي، ايدك من تحت وتفضلي تضربي كده وهي بتنزل اهو، تمام. هفضل اخبط بقى كده اهو، اوريكم في الاخر اهو. بصوا فضلت ان انا اضرب فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، بعد ما سبتكم عماله اضرب فيها كده اهو كده اهو كده اهي، نزل، بصوا بصوا خلاص، يعتبر مفيش غير ايه حاجات بسيطه قوي قوي اهي، ممكن تنزليها بايدك بقى خلاص كده اهو. بصي ولا الدنيا اتبهدلت معاكي ولا خدت اي حاجه، والقشور كلها اهي ماسكه جوه اهي، تمام اهو. بصي كده بقى بايديكي لو في اي حاجه بالشكل ده، بس مفيش اسهل من كده اهو، وبرده ضربتين تاني عشان ايه لو في اي حاجه كده هتلاقيها نزلت معاكي، ولا بهدلنا الدنيا ولا عملنا قشره قد كده
ولا اي حاجة، الدنيا بقت زي الفل. وخلاص كده اهو نزلنا الرمانة والقشرة اهي بحالها زي ما انتم شايفين، مفيش اسهل من كده. وزي ما قلت لكم هفضل اقول لكم ان انا هبهركم، يعني هبهركم حبايب قلبي جيجي، وهفضل اقولها لكم عشان انتوا بتحبوها. ويا رب النهارده الفيديو بتاع تقشير الرمان بمنتهى السهوله ده يكون فاتكم كتير كتير كتير. اتمنى لو عجبكم الفيديو يا بنات ما تنسوش اللايك، وانا بقى هعمل الكميه كلها، وان شاء الله باذن الله استنوا مني فيديو تفريز الرمان علشان نحفظه ونشيله رمضان. كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله ربنا يعود علينا الايام بألف خير وصحة وسعادة. فهخلص بقى انا الكمية كلها، واشوفكم في فيديو جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي. وباي باي حبايب قلبي جيجي.